أصدقائي، معكم أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أولا أميغوز، استوي كون أستاذز أنخلة دي تركيا. نوستر رثيت دي أوي إس بوستر دي منثانا إي نويث استليست إن يوتيوب أورا إي بروبارادا بارامي سوي أنخلة. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا أنخلة من تركيا. وصفتنا لهذا اليوم هي حلوى التفاح بالجوز، قد أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من إعدادي أنا أنخلة. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية. يمكنكم تناولها مع قدح من الشاي الساخن أو القهوة الساخنة، كما ويمكنكم تقديمها إلى ضيوفكم وأحبتكم الكرام. بألف صحة وعافية. قبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير وسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الحلوى اللذيذة معي أنا أنخلة. باموس. إليكم مكونات الوصفة، أما المقادير فسوف أذكرها لكم في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أحبتي. سنحتاج في وصفتنا هذه إلى تفاح، زبدة حيواني، جوز، رقائق اليوفكا ها هي، والقرفة أي الدارسين، الهيل، السكر الاعتيادي والسكر الباودر. ها هي جميع مكوناتنا. إليكم طريقة العمل. سأضع القدر على النار، لتكون النار هادئة. الآن سأضع السكر الاعتيادي في القدر، وأدعه حتى يذوب تماما. هذه الأثناء أنا قشرت التفاح، سأبدأ بتقطيعه ناعما هكذا. فهذا أفضل من برشه. في المقادير أن أذكر لكم بأننا بحاجة إلى عصير ليمونة كاملة، ها هو، سأضعه فوق السكر. الآن سأضع تفاح فوق السكر هكذا. بعدما قلبته سأتركه على نار متوسطة. في الأثناء وبينما التفاح على النار، سأبدأ بتكسير الجوز هكذا بيدي، يكفي.
هذا يكفي. الآن أضع النار اعتيادية، وبعدما بدأ بالغليان سأضع قدح ثالث من السكر، وبهذا يكون المجموع 3 أقداح سكر، قدح الشاي طبعا. الآن بدأ بالغليان للمرة الثانية، وبدأ الماء ينشف، أتركه حتى ينشف تماما، ولكن في هذه الأثناء سأضع له الجوز. وبعد ذلك سأضع له رشة خفيفة من الدارسين، ورشة خفيفة من الهيل، فهذا يعطي لوصفتنا نكهة لذيذة ورائحة زكية. أترى لونها يبدو كلون الكراميل، فقد وضعت لها ملعقة كوب من الدارسين وملعقة كوب من الهيل. الآن سأطفو عنها النار وأضعها جانبا حتى تبرد. في هذه الأثناء أضع المقلاة على النار، سأضع فيها 50 غرام من الزبدة، عفوا هذه ليست 50 غرام، 70 غرام من الزبدة الاعتيادية. سأضع لها 10 غرام زبدة حيواني، وأنتظرها حتى تذوب تماما. وها هي الزبدة بعدما ذابت، رفعتها جانبا، وها هي اليوفكا. اليوفكا وزنها 350 غرام. الآن سأبدأ بدهن أوراق اليوفكا هكذا بالزبدة. بعد ذلك سأضع التفاح مع الجوز. سأضع بما مقداره 2 كوب، فهذا يكفي. أبدأ ب هكذا، وبعد ذلك لفها. وبهذا تكون الحبة الأولى قد اكتملت، أضعها في صينية الفرن هكذا. أعاود
العملية بنفس الطريقة. الحبة الثانية وأستمر. الآن وبعدما أكملتها أعطتني 15 قطعة، أي نصف كمية اليفكة استخدمت. الآن سأعمل على دهن وجهها هكذا بالزبدة، وبعد ذلك سأدخلها في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية، الرف الوسط الشعلتين، على أن يكون حار مسبقا. سأضعها في الفرن هكذا، الرف الوسط. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أخرجتها من الفرن ونثرت عليها القليل من السكر البودرة. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، حلوى التفاح بالجوز قد أصبحت جاهزة، يمكنكم تناولها مع قدح من الشاي أو القهوة الساخنة وتقديمها أيضا إلى ضيوفكم وأحبتكم. بألف صحة وعافية.
Espero que te guste nuestra receta de hoy, postre de manzana y nuez. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم حلوى التفاح بالجوز قد نالت إعجابكم ورضاكم. تابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى. يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا، قناة ملكي أنخلا والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير وسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو حتى تعليق جميل اكتبوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلا من تركيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.